بعيدا عن بيوتهم وقراهم ومدارسهم في سوريا، العام الدراسي لن يضيع على أطفال النازحين السوريين. معضلة تعليم هؤلاء تكمن في أمرين أساسيين: الاكتظاظ في الصفوف والمنهج الدراسي. في البقاع، حيث يلجأ أكثر من 5000 طالب سوري، مدرسة أفرس كوليدج عملت على تخطي هاتين العقبتين. فللأسف ما كان في مجال أنه يدخل طالبنا السوري بالمنهج اللبناني بسبب ضعف اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية عند هذا الطالب. إدارتها طبعاً مشكورة بمنح المدرسة لتعليم المنهج السوري بعد الظهر بنفس المدرسة. هذا البرنامج يعتمد على الأساتذة السوريين، أوكي، ويعتمد كلياً على المناهج السورية. نتمنى عليكم اتباع القوانين بالمدرسة، هان ممنوع منعاً بتاتاً أي شيء سياسي. هذا الحل ينقذ العام الدراسي ل300 من صغار النازحين السوريين، وكذلك فعلت مدارس الإيمان في طرابلس التي اعتمدت المنهج السوري وحلت قضية الاكتظاظ بدوامات ليلية أيضاً. اليوم الافتتاح من صف الأول لصف السادس، وإن شاء الله تلقائياً في عنا من صف السابع للصف القسم الثاني. تقريباً في شيء 3000 طالب. الدوامات إذا الله راد رح تكون أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد، رح تكون في عطلة نهار اثنين وثلاثة. يبقى الآلاف من الطلاب النازحين، لابد من إيجاد حل لهم بدوامات ليلية ومنهج سوري، أو بتعليمهم بشكل مكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع. الاثنين في الأول من تشرين الأول 2012 دق الجرس، دخل التلامذة إلى صفوفهم. هل سينسيهم ذلك معاناة ذاكرة مدارسهم ودورهم وشوارعهم؟